بالرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع قمعت قوات الاحتلال تظاهرة شارك فيها مئات الفلسطينيين كانوا في طريقهم إلى قرية حمص الفوقة في الأغوار الشمالية. قوات الاحتلال منعت التظاهر من الوصول إلى القرية واحتجزت المتظاهرين قرب حاجز تياسير، فرد المتظاهرون بالاشتباك مع جنود الاحتلال بالأيادي ورشقوهم بالحجارة. الشعب الفلسطيني جاهز أو خياره هو المقاومة، مقاومة هذا الاحتلال، ولديه استعداد للتضحية من أجل هذه الأرض. التظاهرة جاءت بدعوة من هيئة مقاومة الجدار وبمشاركة أعضاء في اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ومركزية فتح ومئات النشطاء في المقاومة الشعبية بهدف إعادة إعمار قرية حمصة التي هدمتها قوات الاحتلال قبل نحو شهر وشردت سكانها. لا نمتلك جرافات ولا دبابات تستطيع منع جرافاتهم من الهدم، ولكننا نمتلك إرادة لمنع التهجير القسري، نمتلك إرادة لمنع التطهير العرقي، نمتلك إرادة لإعادة بناء كل ما يتم هدمه، وهذا ما نقوم به. لكن اليوم نريد أن نرسل رسالة كبرى أن نكبة 48 ونكبة 67 لن تتكرر في عام 2020 في الأغوار. القوى الوطنية أعلنت أن التظاهرات في الأغوار ستتواصل لحمايتها ومنع مخططات ضمها التي تسعى إليها سلطات الاحتلال في محاولة للاستيلاء على ثرواتها وتوسيع المستوطنات فيها. اليوم هذه الفعالية المركزية في مواجهة الاحتلال والاستيطان الاستعماري، مؤكدين على حق شعبنا الفلسطيني على هذه الأرض الفلسطينية ورفضا لكل سياسات الاحتلال العدوانية والإجرامية. ويشار إلى أن قوات الاحتلال تسعى إلى تهجير الفلسطينيين من الأغوار إما بالهدم بحجة عدم الترخيص أو بالتضييق عليهم من خلال التدريبات العسكرية في المنطقة. المقاومة الشعبية وسيلة الفلسطينيين لحماية أرضهم من التهويد والاستيطان، خصوصا هنا في الأغوار التي تعتبر سلة الغذاء والماء الأساسية للفلسطينيين. نسرين سلمي من أمام حاجز تياسير في الأغوار الشمالية، الميادين.